يجب تدليك أعضاء الوضوء يا شيخنا أم يكفي تعميمه بالماء؟ ما أوجب الله التدليك لكن أوجب الله الغسل، فإذا كان الغسل يتأتى والماء يعم الجسم بدون تدليك فهو كذلك، أما إذا كان العضو لا يصل إليه الماء إلا بالتدليك دلكنا. لكن إذا غمرت نفسك في بحر، غمرت نفسك في بحر تنوين الوضوء تنوين الاغتسال تم الاغتسال، لكن تبقى مسألة الترتيب عموما التدليك ليس بشرط. مثل رجل عظيم البطن لا يستطيع أن ينزل يغسل رجله بيده، فيأتي بخرطوم قوي ويرش على رجليه الماء يعممها بالماء، فلا بأس بذلك والله أعلم.